افضل في كل مكان. نجدد بحضراتكم الترحيب في انطلاقة اول ايام هذا الموسم مع مهرجان تمهيدي المرموم من خلال ضربة البداية لهجني ابناء القبائل، حيث نسير مع اشواط فئة اللقاية لتذهب مشاهدينا الكرام التحية الاولى مع الاندلس لهالي العين وهالي منازف، حيث نسير مع ثاني اشواط هذا الصباح واشواط اللقاية المهجنات الاصايل، كذلك مع تحدي هجني ابناء القبائل في منافسة وتحدي مثير وكبير في منافسات هذا اليوم لمسافة الاربعة كيلومترات. نذهب بالصراع الى المقدمة والى البداية، حيث تتقدم هذه الجموع لمنافسة وتحدي ومشاركة قوية. المقدمة والصدارة بالمركز الاول وصدارة هذا الشوط، المقدمة بغداد او هذه امتار لمبارك بن سعيد بن غدير الدرعي يتقدم الى مقدمة هذا الشوط، بينما في المركز الثاني، المركز الثاني هذه اللي غيرت رموز او هذه الذيب عبد الله بن محمد بن عباد الهاملي يتقدم في هذه اللحظات الى المركز الثاني، وجود وتحدي من خلال الذيبة لتحتل المركز الثاني. المركز الثالث وصلت خطة علي بن سعيد بن مبارك الزرعي، يصل مشاهدينا الكرام الى المركز الثالث. المركز الرابع وصول من قبل العنود في هذه اللحظات لراشد بن سلطان بن رشيد الكتبي يتقدم في المركز الرابع. المركز الخامس وصلت الان وتقدمت نسيم لمحمد بن طهميمة بن كردوس العامري. المركز السادس تتقدم زعبيل علي بن محمد بن سلطان العويسي، يصل في المركز السادس في هذه الاثناء. المركز السابع وصلت رهف سلطان بن محمد بن سلطان بن مرخان، يصل في المركز السابع. المركز الثامن تقدمت أريام سعيد بن راشد بن مسلم العمري، وتتاسع المراكز وصولا مشاهدين الأعزاء من قبل النصيبة سالم بن محمد بن ضبيعة الاكتبي، بينما في المركز العاشر تنضم زعفرانة إلى ركب المقدمة للشريجي بن محمد بن معدن الاكتبي. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز المتقدمة في هذا النداء الأول لمجريات وتحديات هذا الشوط الأول الرئيسي للمهجنات الأصايل. نعود إلى المقدمة، نعود إلى بغداد، هي المسيطرة لسالم بن مبارك بن مرخان الاكتبي يتقدم في مقدمة هذا الشوط. هي بغداد من تسيطر على المركز الأول، تزيد مع إبعاد هذا الشوط إلى الصدارة إلى مقدمة الشوط نحو مرغم بالتحدي والناموس، بينما في المركز الثاني الذيبة عبد الله بن محمد بن عباد الهاملي، يصل مشاهدينا الكرام في المركز الثاني. أما العنود تتواجد في المركز الثالث، راشد بن سلطان بن رشيد الاكتبي هنا يصل مع وجود هذا الاسم والذيبة تتواجد في المركز الثالث. هذه مشاهدين العنود. المركز الرابع وصل الرامس، ولكن هذه زعبيل علي بن محمد العويسي يتقدم مع زعبيل الى المركز الرابع. اما المركز الخامس هناك تتواجد نسيم محمد بن طهميمة بن كردوس العامري يحتل الان المركز الخامس. هذه النتيجة للمراكز الأولى، 1200 على خط النهاية والمقدمة والصراع الأول. الصراع الأول يتجول مع وجود زعفران أو عنود، غيرت العنود، العنود للشوط تقود. هذه العنود لراشد بن سلطان بن رشيد الاكتبي، يا سلام دكتور الأصايل، دكتور الأصايل وهالي العوير على موعد مع التتويج في أول هذه الأيام مع أول مهرجانات هذا الموسم وتحديات هذه الانطلاقات. وراشد بن سلطان بن رشيد الاكتبي مسيطر على مقدمة الشوط، معانده العنود، معانده العنود في المركز الأول، بينما المركز الثاني لسالم بن مبارك
بن سعيد بن مرخان الاكتبي يتواجد على المركز الثاني مع بغداد، مع بغداد تتواجد على ثاني المراكز في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث طهميمه بن كردوس من طهميمه العامري، ولكن العنود فلتل، العنود راحت عنهن، هذه العنود بدون اي منافس على الاطلاق. سلامي دكتور الاصايل على هذا الاداء الجميل اللي تقدمه العنود في اول اشواط المهجنات. الاصايل مشاركه رسميه، مشاركه قويه، مشاركه فعليه، ما شاء الله تبارك الله. هذه العنود، العنود العنود، اهالي العوير على موعد مع الانتصار والنواميس شعار عود اهالي العوير بالسلامات، بالتحدي، بالرموز، بالسيارات في كل المنافسات. ما شاء الله دكتور الاصايل، جود مورنينج، جود مورنينج اهالي العوير. هذه العنود مشاهدين الكرام تخطف ناموس المحل المهجنات الاصايل بدون منافس على الاطلاق. تهانينا والناموس. المركز الثاني بغداد، سالم بن مبارك بن مرخان الاكتبي. المركز الثالث العاصمه، سعيد بن خليفه بن رشيد السويدي. المركز الرابع مشاهدي الكرام جباره، عبيد بن محمد بن ناصر بن سالمين المنصوري. والمركز العاشر هذه صحاري لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي. هكذا كانت النتيجة مشاهدين الكرام في انطلاقة شوط المهجنات الأصايل. عودة إلى التوقيت الزمني أمامنا على الشاشة مشاهدين الكرام، 6:09 من الثانية. تهانينا والناموس لراشد بن سلطان بن رشيد الكتبي، والتوقيت الأفضل حتى اللحظة، وسلام لأهالي العوير، سلام مع دكتور الأصايل. المركز الثاني كان التوقيت 6:08 من الثانية كانت بغداد، سالم بن مبارك بن سعيد بن مرخان الكتبي. تهانينا على الفوز والانتصار وهذه المشاركة. المركز الثالث بشعار سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي، قطعت المسافة في 6:08:07 من الثانية. تهانينا والناموس لسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي.